هلا معنا أيضا مشروعين لشباب، طبعا الحرفة اليدوية والحفاظ عليها وإبرازها بشكل إبداعي بمعرض منتج اثنين كان هدفهم. رح نحكي أكثر عن المعروضات اللي جابوا لناها مثل ما شايفين، مع نتالي نحاس تماثيل وأمير حسكور رسم على الزجاج. يسعد صباحكم، أهلا اهلا وسهلا وسهلا، فيكم، كل عام وأنتم بخير، وانتم الف كلكم خير. كل صباح سنة. الخير أهلا وصباح وسهلا، الانتصارات يا رب لمدينة حلب ولكل سوريا. أكيد يسعد صباحكم. ورح نبلش معك نتالي، خلينا بداية نتعرف عن مشروعك. أنت هلأ يمكن عن جديد بلشتي بحلب، وين كنتي سابقا؟ تعرفينا أكثر. كنت قبل أول شيء صباح الخير، صباحك. بتشكركم وبتشكر المقيمين على المعرض. أول بداية كنت بشتغل بالعادية بنفس ال ضليت 6 سنين، حبيت الشغل وجيت هون انه لا كبداية انه لحالي. ايوه الحمد لله، يعني المعرض كان حافز الي. حلو، كل شغلك هيك بيكون يعني اي في مجسمات. مجسمات وفي طاولات ومرايا، واي مجسم فينا نسحب قالب له هلا ونطلعه انا حامله معي هذا نموذج سلمى المسك. عم استعرضه على الشاشه. شو الماده اللي صانعتيها؟ مادة الريزين. ما بعرف إذا شايفين معنا المنتج اللي مع زينب، وهو منتجات نتالي. يعني خلينا نحكي شوي عن الألوان التقنيات اللي عم تستخدميها. مادة الريزين بتجي سائلة بنخلطها مع كربونات الكالسيوم أو بتنصب بقوالب من مادة السيليكون رابر. أو شو ميزاتها؟ يعني إنه في كل مادة إلا ميزات، يعني لأنه هلا عندنا إزاز، إزاز إذا كان هيك بينكسر. لا طبعا هي بتنصب بقوالب لحتى يطلعوا لنا الشكل، يعني بنقدر نصب عدد أي عدد، يعني ممكن حلو. هيك. نعم تفضل. نعم. كمان أنت أميرة تحكي لنا عن الرسم على الزجاج، تحكي لنا عن التقنية والمعروضات الجايبة طبعا هلا بالنسبه لمشروعنا نحن، انا شريك فيه بالتسويق، مع يعني أنطونيا. صديقتي انطونيتا هي اللي بترسم. أنطونيتا. تقنيه الرسم على الزجاج في له مواد خاصه هي موجوده بالسوق، في عبوات معينه وخلطات معينه هي خصيصا للرسم فيها على الزجاج، ومن بعدها هالقطعه تعالج بدرجه حراره معينه ضمن افران خاصه لحتى يثبت اللون على قطعه الزجاج. هلا طبعا الرسومات كلها هي مشكله ومنوعه، يعني صديقتي وانا بنختار المناسبات مختلفه اكيد، وفي اشياء بتزبط لكل السنه، يعني مثل مثلا هذا جلوب صغير اللومبادير فيه اللي مجمل شايفتيه. كتير حلو، ألوانه كتير مزوقة وحلوة، اي طبعا، وحتى ومع هو الاناره بتعطي احلى. بسيط يعني بين الخشب والإزاز، هذا الميكس كمان كتير حلو. اي اكيد، يعني ميرسي من ذوقك هذا. واكيد هلا مثلا فرضا هذا اللومبادير بينحط كل السنه بالبيت، في صحيح، اشياء خاصه بدنا نجربها للمناسبات، لك لو في كهرباء بس ما ل في. لرمضان مثلا، لعيد الميلاد، لعيد الحب، بنستغل المناسبات هاي وبنخلق اشياء ممكن تكون هديه جميله، مثل هذا مثلا الفانوس، هالرمضان هذا مشان كتير الكهرباء، حلو. هذا بقلبه شمعه، يعني عملناه بطريقة انه يكون فعلا فانوس مثل ما بتعرفي، لانه رسم على بينحط الزجاج بقلبه شمعة أو أي شيء ممكن، طبعا كتير الشمعة حلو. اكيد. حلو. الفانوس هذا هيك رجعنا فيه للقديم، للتراث، لانه بس اصلا بشكل هي كبير مهنة صح. الرسم على الزجاج هي مهنة قديمة. هذا كمان مثل قنديل صغير بمناسبة عيد الميلاد، حلو كتير. كمان في شمعة وراء. هلا عم شوف الشمعة كمان ايه اكيد هون مشان تعطيها مشان الإضاءة. تعطيها إضاءة طبعا، لانه هلا يعني لما بتنشعل الشمعة بيعكس الالوان، فلما بيكون محطوط على زاوية بالبيت مثلا فبتحسي انعكاس الالوان طلع على الحيطان. نعم. هلا انا عم حاول اقرب شوي، اجيب شوي من اكيد الغراض مشان نفس نتفرج الشيء. مثلا عليها. هي الكاسة هي عبارة عن شمعدان، كمان الشمعة اللي بقلبها بس تشعل بتعطي إضاءة انعكاس وإضاءة للألوان. للالوان. شو التقنيات اللي عم تستخدموها بالالوان؟ يعني هلا بتحس انه كانه مثل الاحجار ملزقه، ما بتحسوا رسم لا هلا هي الماده بتعطي نافرين نافره. نفر، يعني لها نفور معين اي لبرا لانه لها سماكه معينه، وبتعطي طبعا جماليه اكيد، بس بدها كتير دقه حلو. شديده بالاستخدام.
يعني في ابداع بالافكار سلمى، يعني عم نشوف انه بين الالوان والاضاءه صحيح. والخشب والازاز كثير صحيح حلو. وهون بدي اسالك، يعني دائما الرسم على الزجاج هو من الحرف القديمه اللي بسوريا واللي تميزت، ولكن هلا عم نشوفكم انتم عم بتطوروا ان كان بالاشكال بالمواد اللي عم ترسموا عليها. هلا يمكن من قدامك بس هي اللي هي كل الناس، هذا الكف، هذا اللي يعني نوعا ما ثقافه شعبيه بس بيؤمنوا كل الناس أكيد. العين يعني لا تمنع عن الحسد، فاكيد هي عباره عن تعليقه، وهي فكرتها حلوه انه تنهدى مثلا لمحل فتح جديد، لمكتب يعني صحيح. ففكره هيك كمان موجوده. نفس الشيء مثلا هي التعليقه هي عباره عن رسمه هيك، هي ازاز كلها، هي ازاز، هي كلها ازاز، كلها ازاز طبعا. وهذا المواد كلها هي كلها معالجه بطريقه بانه تثبت على الزجاج، حتى التنظيف ما بياثر عليها في حال اذا حبينا نرجع ننظفها، بس ما حدا يكسرها اكيد يعني. زجاج التعامل معه بده يكون بحذر بحساسيه يعني أكيد. بس هالمواد كلها مثل ما يعني تفضلتي حضرتك انه هي مهنه قديمه، كل البيوت العربية القديمة موجود فيها هذا الزجاج الملون صحيح. والمعشب بالألوان بالكنايس بالجوامع، حبينا نرجع هيك نحي هاي المهنة. عم تعيدوا تدوير شيء يعني، أحيانا كثير في بيكون إزاز مكسور، عم تاخذوا قطع مثلا محلات تعيدوا تدويرها ترسموا عليها، اجتكم هالفكره؟ حاليا لسه ما بلشنا بهالفكره، بس بيجينا مرات قطع مانا مكسوره بس مثلا بدها ترميم الوان حلو. كتصحيح اكيد بيجينا طلب يعني ونحن موجودين دائما اكيد. نتالي كمان بدنا نرجع لعندك، يعني عم نحاول نستعرض الشغل ونحكي يعني اليوم هيك خليني اقول تمثال قد ايه بياخذ منك وقت، ونحكي شوي كمان عن التسويق، كيف شفتي اليوم المعرض؟ قد كان في فرص يمكن في ناس اجت حبت شغلك؟ التمثال ليطلع له مراحل كثير. اول شيء الصب، بعدين في عندنا جلخ فيكسبل، وبعدها بخ، وبعد اخر مرحله التلوين. المعرض كان يعني تشجيع لي اول شيء، ايه وشفت اقبال كثير يعني، وتعرفت على تجار وتعرفوا على شغلي، والاقبال كان الحمد لله استفدت كثير منه وتشجعت اكثر انه اوسع شغلي. اكيد بنتمنى للكل التوفيق اكيد. كمان يا امير بدي اسالك عن مشاركتك بمنتجين اثنين، كمان هدفكم انتم كلكم اكيد انه توسعوا الشغل، في تبادل خبرات، يكون نافذه بيع مباشر، يعني كثير امور ممكن تستفيدوا فيها بالمعرض. انت كمان كان عندك هدف من المشاركه، يعني هذا المعرض هو معرض عم بيضم كثير من الشركات، عم بيضم طبعا كثير من الخبرات، وايضا موجود باحد اهم الاسواق الحلبيه خانشونه، يعني المعروف والجميل، ضمن احتفاليه عم تتزامن مع احتفاليه ذكرى الانتصار، فخبرنا ايضا عن هالهدف وكيف بتقيم مشاركتك اليوم. معرض منتجين بحد ذاته هو تجربه رائعه، فتحنا افاق كثيره على الاسواق، لانه التسويق عبر الصفحات الالكترونيه هو جيد بس ما انه كافي، لانه في منتج لازم ينشاف يعني، خاصه صحيح. لما حدا بده يطلب كميه معينه فما بيكتفي بالصفحه الافتراضيه اللي هي عم تخدمنا بحد بيقول ما. ممكن الصوره تطلع احلى من الواقع اكيد يعني، لهيك بس هو العكس اكيد تسلمي. فلهيك انه منتجين اثنين عرفنا على كثير ناس، خاصه انا رح اقول انه نحن بما انه حتى نتالي يمكن بتشاركني هذا الراي، بما انه نحن عم نشتغل صمديات كماليات خلينا نقول، وبهالظروف الشوي اقتصاديه صعبه فنحن عم نكون باخر الاهتمامات، فلما اجى المنتجين عرفنا اكثر على اشخاص، سهلنا اكثر عمليه البيع والتسويق وهالقصص كلها يعني، فحقيقه كان خدمه رائعه بالنسبه لنا، وان شاء الله يا رب يعني تواصلنا اكثر مع غرفه التجاره وغرفه الصناعه اللي كمان بدها تقدم لنا تسهيلات، هذا كله يعني سرع خطوات كبر المشروع تبعنا يعني، وان شاء الله يا رب لقدام كمان بننتج اكثر واكثر
وهيك ان شاء الله نعطي افكار جديده ونرجع فعلا بنحيي هالمهنه اللي هي مهنه رائعه، حرفه رائعه. اكيد ان شاء الله. يعني كمان زينب، ونحن بما انه فقرتنا شوي هون خاصه بالحرف اليدويه وبالشغل، يمكن بدي شارك معنا رويدا. يعني رويدا، دائما الفنانين بيكون عندهم هيك روح وحده، بيحبوا بيتفرجوا. بما انك فنانه تشكيليه وبتشتغلي كمان بالرسم على الاشياء، ويعني كيف هيك بتشوفي وكيف قديش شفتي فيه منتجين اثنين اثنين كان فرصه، ممكن كنت تشاركي بهيك شيء؟ هلا لو عرفت كنت اكيد شاركت. يعني هلا قصص حلوه انه الرسم على الزجاج او حتى على الخشب او قصص على البلور كثير شيء حلو يعني، وشيء غريب. هو كله بالاخير هي حرفه يدويه يعني اياها بتراثنا. اكيد. وين وصلتي بقى برسمتك؟ هلا بالاخير لا ما لا 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 اخر شيء بنشوفه. رح تخلصي تقريبا؟ خلصت تقريبا ميادة بسليس. نعم هي رمز من رموز كمان حلب، يعني الرحمه لروحها. رح ننطر لاخر الحلقه حتى نشوف الرسمه. واكيد يا امير ونتالي نقول لكم يعني فعلا كنا مبسوطين انه كنتوا معنا، وبنتمنى لكم هيك انه نجي كمان بعد سنه ونلاقي في عندكم مشاريع مهمه تلقى صدى، وخاصه انه نحن فعلا نتوق لان تعود حلب للانتاج. يعني كل الشعب السوري بيعتبر حلب هي المنطقة الصناعية، وفعلا منطوق انه ترجع تنتج، يرجعوا الناس الى يبلشوا من ورشة صغيرة لحتى نقول فعلا نحن قادرين. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا رب. شكرا كثير لوجودكم، نتمنى لكم كل التوفيق اكيد، وان شاء الله دائما بيكون في معارض بتشاركوا فيها، بتكون هي فرص دائما للانطلاق والانتاج. شكرا كثير. شكرا لكم.